لكم، بدي احكي لكم عن الحرب شو صار فينا وشو صار في عائلتي. واحنا بالبيت كنا لما ثاني يوم العيد، كان ليله العيد كانت الدار تنهزهز، واجا صاروخ ورا ارض دار ابراهيم وكسرنا شبابيكنا وخفنا، وصرنا نصيح نعيط لبابا، بابا بدنا نطلع من هون، بابا بدنا نطلع من هون. ثاني يوم العيد قشوا حضرنا وعي وكل شيء، لقش ثاني يوم العيد طلعنا من هنا واحنا خايفين. اجينا هنا، اجي المعلمات، هذه معلمه بحوشنا كانت كانت معلمه، واليوم صارت تلعبنا عشان ننسى الحرب وكل شيء بقلبنا يطلع منا، عشان ننسى الحرب وما يكونش فينا حاجه نخاف وتنقطع الخوف من عنا. وبعد الحرب بدنا نعمل قطع الخوف عشان يضل صحتنا معانا وما يصير لناش حاجه ولا نخاف.